اهلا بيكم معانا في حلقه جديده من اميره في المطبخ على سي بي سي السفره. حلقات سريعه وخفيفه ولذيذه ومش مكلفه وان شاء الله تعجبكم. النهارده هنعمل وصفتين بيطلبوا مني كتير جدا جدا. هنعمل كبسه الفراخ، والهدف هنا ان احنا نعمل كميه كبسه كبيره بفرخه صغيره، فرخه كيلو كيلو 200 اللي هي بنسميها كده فروج، اللي هي بتبقى حلوه قوي على فكره كمان في الحاجات اللي زي الكبسه والمقلوبه جوه الاكل او جوه الرز، وكمان بتبقى حلوه جدا في الشوي، تبقاش كده مفتله وبتبقى لذيذه قوي، وكمان طبعا اكيد بتاخد وقت تسويه قليل جدا. تاني حاجه هنعملها هتكون الشوربه اللي بالكبد والقوانص، عشان يبقى منيو متكامل من وصفتين بس في اسرع وقت ممكن. هنطلع فاصل ونرجع نشوف هنعمل وصفاتنا ازاي، استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. طيب عشان نعمل كبسه الفراخ، الكبسه لذيذه جدا في ايه؟ ان هو ده وجبه متكامله في طبق واحد، مفيش مواعين كتير، مفيش وقت طويل، ومفيش متابعه قوي للوصفه، انا بغطيها واوطي وخلاص واسيبها تستوي، وينفع تبقى طبق متكامل كده على بعضه على السفره وخلاص. احنا كمان هنعمل جنبه شوربه بما اننا يعني ايه عايزين يبقى الوجبه تكون متكامله. عشان نعمل كبسه الفراخ انا عندي فرخه متقسمه على 10 او 8. طبعا اتغسلت كويس جدا جدا وتشيلنا كل الزوايد منها، وبعدين جبنا ميه الحنفيه حطينا فيها دقيق خل ملح سكر وعصير ليمون وسبناها اتنقعت شويتين تلاتة، وبعدين صفيناها وشطفناها كويس جدا. بعد كده عندنا رز بسمتي مغسول ومنقوع ومتصفي، جزر مبشور، بصل مبشور، طماطم مبشورة من غير القشرة بتاعتها، بودرة زعفران من عند العطار، اتنين قرنفل صحيح يعني وحديتين كده عيدان قرنفل، اتنين لومي، واللومي هنا يا جماعة اللي هو الليمون اللي هو بيبقى مجفف، ليمون اسود مجفف، هو ما بيبقاش لونه اسود، هو بيبقى ليمون عادي خالص الاصفر بتاعنا وبيتجفف بياخد اللون الاسود وبيحافظ على الطعم بتاعه، وطعمه حلو جدا وبرده موجود عند العطار. عندي عيدان قرفه، عندي بهارات كبسه بتتجمد عند العطار وممكن استبدالها باي بهارات انتوا بتحبوا تستخدموها زي الكاري، الكركم، الكمون، الحبهان، اللورا، زي ما انتوا عايزين، بس هي بتتباع ميكس كده سواء عند السوبر ماركت في القسم بتاع البهارات اكياس او برطمانات، وبتتباع كمان طبعا عند العطارين بالكيلو. ملح وفلفل، فصين حبهان، معلقة زيت، مية مغلية، وبقدونس مفروم للتقديم. أول حاجة هنقول بسم الله. تاني حاجة هحط معلقة زيت محترمة، يعني معلقتين كبار أهو، أدي معلقة، أدي اتنين در للرز، وبعدين معلقة كبيرة للفراخ، يبقى تلات معالق كبار زيت. كبار مش غرف، كبار شوربة، كبار أكل. وبعدين هاخد الفراخ اللي اتغسلت كويس جدا واقول بسم الله وانزلها هنا. للبنات اللي لسه بتبدا، الفراخ لما بتكون او اي لحوم لما بتكون عليها ميه بتطرطش جامد قوي لما اجي اشوحها. فنعمل ايه بعد ما نغسلها ونصفيها؟ نحطها من فوق ومن تحت على مناديل مطبخ تسحب منها الطراوه، فتبقى ما بتطرطش منكم قوي وانتوا شغالين عشان البنات اللي بتخاف. تاني حاجه وانتوا بتنزلوا اللحوم في الزيت او الزبده ما ترموش من بعيد لانه بيطرطش ازيد، لازم تقربوا شويه. والطنج من الادوات بتاعه المطبخ الممتازه جدا 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 للاستخدام، واستخداماتها كتير جدا وسعرها معقول وبتقعد فترات طويله، يعني بتقعد عمر، فاستثمروا في الطنج الصراحه. حتى لو واحد بس في المطبخ هيفرق معاكم. حطينا الفراخ، ايوه يعني لا مش قصدي استثمره بالمعنى ده، مفيش فايده، مع اني قلت لك النهارده مش اليوم بتاع المناكفه. ملح، ملح بقى لكل كوبايه من الرز معلقه من الملح، يبقى دي معلقتين، وادي معلقه بتاعه الفراخ يبقوا ثلاث معالق، ومعلقتين
فلفل اسود وممكن ازيد معلقه كمان، اربع فصوص حبهان، اربعه قرنفل، اربعه لومي، معلقتين كبار بهارات كبسه، واتنين او ثلاثه عيدان من القرفه. يتبقى عندي بودره الزعفران، احط لها شويه ميه، بسم الله الرحمن الرحيم، سخنه، واسيبها عشان تلون زي ما انتم شايفين كده فتديني احسن نتيجه. بودره الزعفران زي ما احنا متفقين بتدينا لون لكن ما بتديناش نكهه، اللي هيدينا النكهه الحقيقيه البهارات بتاعه الكبسه. نبتدي نقلب الفراخ جوه الزيت اللي احنا بقى تبلناه بكل التوابل دي، وهو ده اساس النكهه بتاعه الكبسه وجمالها اهو. واقلب واديها فرصتها بقى، انا عايزه هنا 3 ارباع سوا تشويح، وبعدين هديها شويه ميه واغليها غلوه. كل ده قبل الرز، عايزه 3 ارباع سوا ليه؟ علشان الرز بياخد وقت اكيد اقل من تسويه الفراخ. فلو انا حطيت، هيحصل حاجه من الاثنين، لو حطيت الاثنين مع بعض، يا اما علشان اسوي الفراخ هيكون الرز عجن، يا اما العكس هسوي الرز مظبوط وهتفضل الفراخ نيه. فهديله هنا تشويحه كويسه جدا، وبعد كده هديله ميه وغلوه، وبعدين نبتدي ايه نكمل. فادي كده ايه التشويحه، عايزه بس اوريكم الالوان، شايفين المنظر عامل ازاي والريحه رائعه اهو. وهديله فرصته على نار عاليه انه يتشوح كويس جدا. في نص مده التشويح هقوم انزل البصل والجزر. ليه؟ البصل عشان عايزه اخد منه الطعم وهو كمان يتطعم بالفراخ والتوابل، والجزر علشان هو من الحاجات اللي بتاخد وقت في التسويه، فبرضو عايزه ابقى ماشيه بالترتيب المنطقي لوقت التسويه علشان كله يستوي في الاخر مع بعضه. وعايزه اجيب دول هنا عشان ما يبقوش كده قليلين. وخلوا بالكوا ان الزعفران البودره بيصبغ، يعني بيبقى، فخلوا بالكم من الموضوع ده. وبعدين نبتدي نقلب تاني البصل مع الجزر مع الفراخ مع التوابل اللي هي الملح والفلفل، بهارات الكبسة، الحبهان، اللومي، والقرنفل. حلو قوي، ممتاز، والريحة ممتازة الحقيقة. ابتدي بقى انزل الطماطم اللي احنا بشرناها، وانزل بودرة الزعفران اللي احنا حطينا عليها المية، واقلب الاول تقليبة كويسة جدا برضو. لما كله يختلط مع بعضه هقوم عاملة ايه بقى؟ هقوم جايبة المية السخنة واقوم حطاها هنا بسم الله، وهسيبها تغلي غلوتين، هغطي واسيبها تغلي غلوتين، وبعد كده اسقط الرز واقلبه تقليبه، ودي هتكون اول واخر تقليبه ليه، واسيبه يستوي. تمام. في ناس بقى تحب في المرحله اللي هي الجايه دي بعد الغلوه ترفع الفراخ وتحط الرز وتقلبه، وبعدين ترجع ترجع الفراخ على الوش عشان لما تيجي تقدم تبقى الفراخ ما عليهاش رز. ماشي. وفي ناس ما بتفرقش معاهم وبيغرفوا كله مع بعضه، برضو ماشي مفيش مشكلة. يعني أنا أنتوا عارفين بحب الدنيا تبقى سهلة، يعني اللي يريحكوا الأسهل لكم. المهم في الآخر إن إحنا هناكل طبق كبسة حلو جدا في أسرع وقت وبأقل تكلفة، وهو ده الإيه الهدف. وأنا الكبسة الحقيقة والمقلوبة والسليق، ثلاث حاجات كده من أفضل يعني أو من أحب الوصفات الخليجية إلى قلبي، بحبهم جدا فعلا. واحنا ما عملناش ولا مرة السليق على فكرة، ممكن نعمله مرة يا تقى، ايه رأيك؟ اه يبقى لطيف قوي. ما عملناهوش ولا مرة وانا بحبه جدا حقيقة.
كان عندنا جيران زمان في بيت أمي، بيت العيلة يعني، كانوا بيجوا كل سنة في الأجازة الصيفية، وكان طنط أول ما توصل تعمل سليق للشارع كله وتوزعه، بمناسبة يعني ان هي وصلت وكنا بنستناه لانه كنا بنحبه جدا، فان شاء الله اعمله لكم برضو، هو سهل وبسيط. يلا بينا، هناخد بقى غلوة من الفراخ دي وانتوا في الفاصل نرجع نكمل بقية الكبسة، استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. ما عملتش اي حاجه خالص، وقفت هنا وشربت شاي لحد ما انتوا ترجعوا، ولحد ما الفراخ كانت اخذت الغلوتين اللي احنا عايزينهم. دلوقتي يا جماعه الفراخ ثلاث ارباع سوا، لو سوا كامل عقبال ما الرز يستوي هتكون الفراخ فتلت، لو نص سوا عقبال ما الرز يستوي هتكون الفراخ لسه نيه، فاحنا عايزينها ثلاث ارباع سوا، يعني ثلاث ارباع سوا. تمام، هنشيل الفراخ من الميه الخطيره الخطيره المنكهة بكل النكهات وكل الألوان، وحلوة حقيقي جدا، وزي ما انتوا شايفين وصفة سهلة جدا جدا من المطبخ الجميل، المطبخ الخليجي. وطبعا زي ما انتوا عارفين دايما بقول انه ان احنا نعمل من المطابخ الخليجية، الشامية، شمال أفريقيا، ايا كان من حبايبنا، ده تكريم للمطبخ وحب ليه، وانه مطبخ حلو ومميز مش العكس يعني. وننزل هنا الرز اهو، ودي الرز تقليبه الاولى والاخيره زي ما قلت لكم مع الكلام ده، واسيب اهو الدنيا دي تاخد غلوه. بعد الغلوه دي هقوم حاطه الفراخ على الوش، وهقوم موطيه النار خالص واسيب الكبسه تستوي. دلوقتي بقى هنعمل مع بعض الشوربة. علشان نعمل الشوربة محتاجين لسان عصفور، ومحتاجين كبد وقوانص متنظفة كويس جدا ومتقطعة مكعبات صغيرة، محتاجين زبدة وملح وفلفل، بصل مفروم، ثوم صحيح، قرف حبهان مستكة، ومحتاجة هنا شوية مية زي ما انتوا شايفين كده، هو فيها خل أبيض. معلش تجيبولي خل عشان بس اشطف الكبد والقوانص شطفه. في الوقت ده هحط هنا اهو، او ممكن ابدل عشان الميه اصلا سخنه، خلي الميه هنا وخلي هنا الحله، وهحط هنا المعلقه بتاعه الزيت اللي هنزل فيها لسان العصفور عشان يتشوح. وتقدروا تستغنوا عن الزبده خالص وتخلوها هي معلقه الزيت بس. عايزة أشوح اللسان عصفور، وعايزة أشطف الكبد والقوانص شطفة في المية والخل الأبيض. حطينا مية سخنة بتغلي على النار، هحط لها شوية خل أبيض، يعني نقول ربع كوباية خل أبيض مثلا، معاها رشة من الفلفل الأسود، وهقوم منزلة جواهم الكبد والقوانص اللي متنضفين ومتقطعين. وزي ما انتوا عارفين هي شطفه مش غلوه، لان الغلوه دي معناها ان الميه غليت ودخلت الزفاره جوه الميه تاني، وده مش اللي احنا عايزينه خالص. احنا عايزين شطفه في الميه السخنه، يعني اول ما تبتدي تغير لونها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وابتدي اشوف ان الميه غيرت لونها واغمقت، يبقى انا كده تمام. بس كده، بس كده هتفرق، بتفرق جامد جدا جدا، يعني فرق شاسع. هاخدها هصفيها. الكسرولة اللي أنا استخدمتها لازم تتغسل، مش هستخدمها قبل ما اغسلها. والكبد والقوانص لازم تتشطف بمية جارية نظيفة في درجة حرارة الغرفة. بصولي على لون الكبد والقوانص وشوفوا الفرق، وتخيلوا وتخيلوا معايا النظافة اللي هي بقت فيها. وطبعا هي لسه نية تماما وما نشفتش ولا أي حاجة. هاخدها أدي تقليبة للسان عصفور، ماشي كويس قوي اهو، ودي تقليبة للرز هنا كمان ماشي كويس قوي، أنزل على وشه الفراخ اللي احنا كنا جنبناها
واغطي واسيبها تستوي. وارجع بقى للكبد والقوانص اللي احنا ايه خلاص احنا كده غسلناها وتخلصنا من اي نوع من انواع الزفاره. هجيب هنا هحط معلقه زيت، معلقه زبده او سمنه او زيت بس، بس الزبده طبعا بتدي طعم حلو. هحط مع الزيت ده ثوم صحيح، فص مستكه، حبهان صحيح او بودره، قرفه او سبع بهارات للي مش بيحب القرفه. وعايزاهم يبتدوا يسخنوا مع بعض، يعني مش عايزه الزبده تنزل على طاسه تكون سخنه ولا الثوم ينزل على طاسه تكون سخنه. ليه؟ لان النتيجه في الطعم وفي اللون بتكون مختلفه تماما. اهو هتبتدي تسخن اهي، اقوم منزله البصل. اللي ما بيحبش البصل يحطه صحيح زي الثوم عشان يقدر بعد كده بعد ما ياخد طعمه يشيله خالص من الشوربه. اهو واقوم منزله عليهم الكبد والقوانص اللي اتغسلوا في الميه السخنه والخل الابيض. نقلب هنا تقليبه عشان لسان العصفور خلاص. اهو ممتاز. هدي بقى ميه سخنه للسان العصفور هنا يغلي غلوة مع نفسه، ونديله ملح وفلفل، وندي كمان الكبد والقوانص الملح والفلفل بتوعها. كله شغال كويس، كله شغال تمام. وهنا اهو التشويحة شغالة كويس قوي، مش محتاجة منها اكتر من كده، يا دوبك بس تغير لونها. وهنا هما غلوتين هيكون لسان عصفور ايه استوى. خدنا بقى اللون اهو يا جماعة بعد التقليب تقليب تقليب، خدنا اللون والتسوية اللي احنا عايزينها. ندوق بقى عشان بس ايه نبقى عارفين احنا ماشيين في انهي اتجاه. بسم الله. رائع رائع. هينزل على الشوربة هنا. بالمناسبة اللي مش عايز يعمل الوصفة دي شوربة يقلل السائل وتبقى طاجن، مفيش اي مشكله، بس انا عايزاها شوربه. شوربه الكبده ولسان عصفور جهزت. عصره ليمون بقى وانتوا بتاكلوا وتدعوا لنا. كبسه، والكبسه كمان جهزت. تقدروا تستبدلوا طبعا في الكبسه الفراخ بلحمه، لحمة برضو اي تقطيعة انتوا عايزينها، بس اكيد اللحمة كمان بتاخد تسوية اكتر من الفراخ، فخلوا بالكم من التركات بس اللي احنا ايه اتكلمنا عنها عشان تطلع كل حاجة مستوية مظبوط. هاخد هنا الكبسة واخد معلقة. بسم الله. وابتدي اغرف. الريحة هنا يا جماعة غير عادية بجد والله، حلوة حلاوة يعني ما شاء الله. هاخد الكبسة. بسم الله الرحمن الرحيم. أغرفها هنا. وانا عايزه بقى الحاجات بتاعه جوه الكبسه دي تبقى باينه معايا، يعني اللومي، عيدان القرفه، لو ايوه حبه هنا اهي، ولو عرفت اعطر في اللي اسمه ايه ده
القرنفل هطلع واحدة عشان يبقى باين احنا حاطين ايه جوه. اوكي، وبعدين احنا كنا سايبين رشة بقدونس. عايزين تحطوا لوز، عايزين تحطوا اي حاجة للتقديم براحتكم، مش عايزين تحطوا حاجة خالص برضو براحتكم. اوديها هناك واجيب طبق الشوربة عشان نغرف الشوربة بتاعت الايه الكبد والقوانص، هتعجبكم قوي قوي قوي، وهي يعني تعتبر الحقيقة برضو وجبة متكاملة تقدروا ان انتوا اتاكلوها كده من غير اي اضافات، بتشبع ولطيفة جدا. هاخد الشوربة زي ما قلت لكم، تقدروا تشيلوا البصل والثوم تحطوهم صحاح وتشيلوهم بعد كده، تبقوا خدتوا الطعم بتاعهم. للي مش بيحب الثوم والبصل في الشوربة، بس طبعا هما بيدوا طعم حلو جدا، فاستخدموهم في الحالة دي صحاح وارفعوهم من الشوربة وانتوا بتغرفوا. انا طبعا زي ما انتوا عارفين بحب طعمهم جدا وبشوفه إضافة يعني ممتازة وفايدة كمان حلوة جدا جدا، وأنتيبيوتك كده طبيعي ومناعة طبيعية لا غنى عنها. رشة بقدونس وشكرا. نودي هناك، نبقى كده عملنا مع بعض النهاردة شوربة لسان عصفور بالكبد والقوانص، وعملنا كمان الكبسة اللي بالفراخ بأسهل وأسرع طريقة ممكنة وبأكتر طريقة مش مكلفة ممكنة. بتمنى تكون الوصفات والأفكار عجبتكم، وبتمنى طبعا تتابعونا يوميا من 4 ل 5 على الهواء، والقعدة 10:30 بالليل. استنونا.